ناس نسنا نيوز مع حسين بالواعر وخليفة بن سالم. واضح. علاش نحكي عن انتخابات البلدية اليوم معدهم؟ لأنه المعاناة انت المواطن بغياب مجالس بلدية منتخبة لها الإمكانيات وها الكفاءة أو لها طريقة التدخل تخلي حياة العبيد معذبة. شنو رأيكم احنا في الرادار حكاية تصير في طريق الرابطة بين منطقة المحاسن والحارة بالكيف الممتدة على 14 كيلومتر، المقاول عبد فقط 7 كيلومترات، بقية التفاصيل نشوفوها في الرادار وبعد نتسألوا على هذه الخدمات اللي استنى فيها المواطن التونسي أثر هذه الانتخابات البلدية. نشوفوا بعضنا رادار نسمع. المسؤولية هذية يتحملها المقاول اللي يخدمها والمشرفين نتاع التجهيز اللي قاعدين يراقبوا فيه ويصرفوا عليه، والناس اللي صحوا عليه وقبلوا عليه الطريق هذايا هم اللي يتحملوا مسؤولية، خاطر هم نحن نحملوا المسؤولية للدولة، والدولة هي تعرف شكون، تعرف المقاول وتعرف المهندس ويعرف الناس كلها. هذا يا سيدي من نهار اللي هو مازال يخدم فيه الطريق هذايا، مازال يخدم فيه هو الحفر فيه، جو عملوا بعثوا زوز من الناس يحفروا فيه بالبالة والبيوش، وبعدها جابوا ردموا جي 8-10 حفر، هما حفروا جيمياء والبقية كلها خلوها. توا ذاك نمشوا ومرات يلقوا روحوا في حشك في حفرة، فهمتني؟ شيء كبير معناها لهنا، احنا تعبين ميكانيك وتعبين من كل شيء، حتى مرات على السقينة نتعب، وهاي كيما هذيا الكنال هذيا إذا كان صب شوية مطر ما تراسينا نضربوا بالساعة وبالساعتين، وناس من غادي وناس من هنا باش يتعدى، فهمتني؟ ولا باش نجموا نتعدوا. إذن هذه الوضعية مش في الكيف، بارك أنه حسب الأحصائيات الرسمية 55% هذه وضعية رقطاء. هذه صور من توزر اليوم أيضا شفتوها على نسمة لايف، دائما صوت الجهات. هذه وضعية طريق أخرى، شوفوا كيفاش الطريق بعد أيامات من تعبيدها كيفاش تحولت إلى حفر، يعني ما كيسات هي تراب في الأخر منظر. يعني هو علاش نحكي عن انتخابات بلدي، هو علاش نتخوف من أنه يطلع أي إنسان لا يمتلك الكفاءة، لا يمتلك الصدق، لا يمتلك المسؤولية للانتخابات، لأنه انتظارات المواطن بعد 8 سنين وبعد 7 سنين كبيرة. شوفوا اثنين هاو نماذج من الكيف، والصور هذه تأتينا من توزر فرش العباد، يعني حايرين. هذه وضعية الطرقات، منظر بضيف تعليق. بالفعل أنا متفق أنه لابد من التعجيل، وحق الانتخابات البلدية اللي تمت عندها مدة هذا حقيقة، والوضع في البلديات نتاعنا وطرقاتنا والمعناتها صعيب، وفي المدن وفي الحضر صعيب وخايب برشا، في تقريبا في المدن التونسية من شمال من جنوب، وما ثماش حتى مدينة مستثنى. الكلام هذا نلقوه الظواهر هذه نلقاها في المرسى، نلقاها في القصرين، نلقاها في توزر، كيف ما عادش حاجة دول، قلنا دول مدن خارج الجانب هذه. لذلك حقيقة أنه نذهب للانتخابات البلدية مهم جدا، وهو موعد تأخر جديد كثيرا، لكن يا حسين سامحني راو نذهب للانتخابات كنوفروا لها شروطها. أنا في تقديري الآن الشروط ما هيش متوفرة حتى إذا ذهبنا إلى الانتخابات، ممكن ما نصعدوش الناس الكفاءات، لأن الأحزاب غير جاهزة، كل الأحزاب بما في ذلك ما يسمى بالأحزاب القوية أو الأحزاب المهيمنة. هذا واحد، واثنين كل الأحزاب هذه تعج بالكفاءات، يعني ظاهرين يعني ما هم أعلوا أنه قائمتهم مش كل 50% من المستقلين، يعني يبحثوا عن الكفاءات في المستقلين. أنا أوصل بكلمة واحدة سمحني باش من أتكرش، أنا في تقديري أنه البلاد غير مستعدة لانتخابات برغم استحقاق هام
وهو أهم حتى من استحقاق التشريعي والرئاسي. مثل أخرى ملاحظة صغيرة برك سامحني حسين، أنا قبل أنت أثرت ملاحظة وأنا أتفق معك بسرعة، هناك تخوفات جدية ومفهومة من تداخل التداخل بين الدولة والحزب. وزير التجهيز تحدث عن برنامج وطني خاص يعني ملء الفراغات في المناطق البلدية والطرقات، وقال بأن 40% من هذه الطرقات يبقى مسألة الرقابة والغش في المواصفات، ومراقبة المقاولين هي مسألة ضرورية وحيوية في هذا المجال مهما كان بالانتخابات أو بعد الانتخابات. ضيفنا اليوم الرئيسي في نس نس ما أطلق عليه أنه هو وراء الأمن الموازي، برشا كلام تقال عليه، قعد برشا غموض حول شخصيته. نحكيه على عبد الكريم العبيدي، رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا، اللي كان استمع عليه يوم الاثنين الفارط في مجلس نواب الشعب وصار برشا حديث. نذكركم شو صار ومن بعد نستقبله في البلاتو. أجواء مسحونة وتوتر كبير مرفوق بتبادل التهم بين مختلف الكتل النيابية، هذا ما اتسمت به جلسة الاستماع لعبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج من قبل لجنة التحقيق حول شبكة التجنيد اللي تورطت في تصفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال. زوز نواب الجبهة الشعبية منجي الراح وزياد الأخضر اتهموا العبيدي بأنه ذراع حركة النهضة في أمن المطار، وأنه ينتمي إلى الأمن الموازي اللي زرعته الحركة خدمة لمصالحها الشخصية، بالإضافة إلى أنه على علاقة بالمتهم الرئيسي في اغتيال الشهيد محمد الإبراهيمي. اتهامات الجبهة وجهها عبد الكريم العبيدي بالنفي، ونأكد أنه تولى أمن المطار منذ سنة 2011 عندما كان الباجي قايد السبسي رئيس للحكومة آنذاك، وأشار إلى أنه قام بتكوين فرقة مختصة في حماية المطار لم تكن موجودة من قبل للحد من الانفلات الأمني الكبير بالمطار على حد تعبيره. العبيدي أكد أنه تصدى لإخراج كميات كبيرة من الأموال التونسية عبر المطار إلى دول أجنبية، مذكرا فيما يخص اتهامه بعلاقته بالمتهم الرئيسي في اغتيال الشهيد الإبراهيمي بأن القضاء برئ من التهمة هذه. وفي تعقيب على تساؤلات النواب حول عملية تصفير الشباب التونسي عندما كان على رأس الأمن في مطار تونس قرطاج، أفاد عبد الكريم العبيدي بأن كل عملية السفر تمت جوا ولم تكن هنالك أي عملية تصفير عبر البر، مشيرا إلى أن خروج الشباب اللي توجهوا أساسا إلى تركيا كان بطريقة قانونية وأنه لم يتلقى أي تعليمات للتعرض لهم. وقدم العبيدي في معرض مداخلته أثناء جلسة الاستماع بالبرلمان قائمة في أسماء المتورطين الأجانب في عملية التصفير إلى بؤر التوتر، من بينهم المسؤول الأول عن عملية التصفير بشمال أفريقيا. ملف تصفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر أسال الكثير من الحبر وأثار جدل لم يتوقف إلى يوم الناس هذا، خاصة بعد عودة العلاقات مع سوريا وتكثيف التعاون الأمني مع كل من ليبيا وتركيا. فهل يعيد هذا التعاون بدور الأمل في إماطة الإثام عن الأطراف المتورطة في عملية التصفير؟ إذا الموضوع يبقى عليه برشا نقاط غموض، كما الغموض على شخصك سي عبد الكريم. مرحبا بك ساعة، شكرا على قبولك الدعوة. وشكرا على الدعوة. علاش الغموض على شخصية عبد الكريم العبيدي؟ اتهامك كونك أنت تقول عبد الكريم العبيدي تخرج كلمة الأمن الموازي، ظروف وجودك في المطار، علاش هذا الغموض قبل أن نأتي إلى تفاصيل هذه الشهادة اللي اعتبرها البعض هامة؟ والله هي فرقة حماية الطائرات هي الغموض، مش أنا المغموض. يعني كان جاء إنسان آخر غيري أنا وخذ الخطة هذه في مطار تونس قرطاج الفترة هذيك رأوا صار فيه كيفي أنا بالضبط. يعني الخطة هي فيها الغموض مش عبد الكريم العبيدي. عبد الكريم العبيدي عنده 28 سنة سيرفيس في الإدارة بدون انقطاع، إنسان عادي، عون أمن عادي كأي إطار في الوزارة، ما عندي حتى شيء زي. أما عود الأمن العادي ما يخش الترقيات اللي خذيتهم أنت في سنة باش وصلت أهلت لهذا المنصب. هذه زادة نقاط أخرى تتطرح سي عبد الكريم. هو هي تو أنتم خذيتوني على الطائرة، أنا تو علموني قبل بدرجة. مرحبا بك سي. يعني كنت شو مخر باش نوصل لهنا وإن شاء الله يسامحوني بركة تجاوزت. ما كنت بتاع الطائرات ذاك علاش احنا نعول على الخبرة. أنا الحاجة التحليق. أنا الحاجة البيع علاش جيت معناها مسرع لهنا، لأنها القناة هذه نسمة استدعت زوجتي وأنا في السجن. يعني وقامت معناها بدور مش احنا صوت كل تونسي. يعطيك الصحة. نحن نحاول على لا ندعي هذا وهذا شرف، يعني لا ندعي لكنه نسعى له، نحن نحاول نكون شرف يعني صوت كل تونسي. يعني تو جيتكم انا معناها لا محضر روحي لا حد شيء، جيتكم سبونتاني باش تعرفوا عبد الكريم العبيدي على وجهه معناها وجهه الحقيقي ان شاء الله. بالنسبة انت قلت لي انا عاون امن عادي، انا قلت لك ماكش عادي، خليك خذيت برشا ترقيات في فتره قصيره، برشا قالوا عطوك الترقيات هذه باش يحضروك ويصنعوك لهالمنصب هذا. هي ترقيات شو ترقيات هي الترقيات معناها تتم في مجلس شرف، يعني فما مجلس امني معناها وفما تدرج
انا مش باش ندخل في التفاصيل برشا باش ما نضيعش وقت. انا عندي 28 سيرفيس في الوقت هذاك، عندي 25 سنه 24 سنه. حط لي انا دخلت يا سيدي عاون بسيط، عاون عادي، حط لي مفتش شرطه في 25 سنه، شو نكون بالنسبه لي؟ انا ترقيت اون 2014 باش نسعى اون 2014. فما عملوا تسويه وضعيه، تسويه وضعيه المسار المهني، المسار المهني نتاع الناس كل. جيت انا رقم 509 في برقيه اللي فيها 999 فرد سيادر انا وياهم، وخذيت مش محافظ شرطه كما يقولوا هما، جاء خذيت محافظ اول. يعني الكلام الكل اللي يحكيه فيه كله غلط ولا اساس له من الصح. وحاجه اخرى، رئيس فرقه، شنو رئيس فرقه؟ هي مدير عام في التدرج في الخطط الوظيفيه، فما رئيس مركز ومن بعد رئيس فرقه. بالنسبه لي انا رئيس فرقه من 2005. واضح. منظر خامش ولا الأسئلة منظر، ومنظر نبدأ بك منظر ثابت، يعني هذا الجدل اللي يثيره، يعني وخاصة علاقته بتسير هو كان موجود في المطار وقت اللي صارت الحركة الكبيرة بين تونس. هي أولا ما نعرفش أنا بالنسبة للسي عبد الكريم، هل أنت كنت في نفس الاختصاص قبل 14 جانفي 2011؟ هل كنت في أمن الطائرات وكنت في مطار تونس كارتاج؟ أمن الطائرات يأخذوهم كلهم من الناس المختصين. بالنسبة لي أنا معناها متحصل على جميع درجات نتاع مجابهة الإرهاب، معناها عاملين بياسات نحن قبل حتى القديمة. آخر بياسة عملها عام 97، عملت الكومودو، عملت البارا، عملت كل الطرق، يعني مختص صار. مش يعني خلنا نعطيك بالضبط. أنا عندي كجال عندي الوقت نجيب لك، عندي كرطة شهيد في وزارة الداخلية، ودرجت أنا يا سيدي عام 91 وقت اللي أنشئت، والناس هي تسمع فيه ويزجموا إذا كان يكذبوني مثلش. عام 91 أنشئت الفرقة الوطنية للطلايع، أنا كونتها، أنا كونتها، ومن بعد كنت أنا شاف جروب فيها، يعني وعملت فيها وعملت تربصات في وحدات التدخل، وخرجت من وحدات التدخل إلا عام 2011 من بعد ما مات المرحوم الكماندا جمال العقربي، كان صديقي وتوفى وقتها في 15 جانفي وقتها، باش نقلت مشيت مكافحة الإرهاب، وفي مكافحة الإرهاب بقيت مدة ومعناها وخدمت حتى كنت رئيس فرقة، وكنا نخرج في مهام خاصة في مكافحة الإرهاب، وشاركت في برشا معناها التدخلات في كامل تراب الجمهورية. من بعد في سبتمبر 2011 تمت طلبت أنا نقلتي ونقلت إلى مطار تونس كارتاج، وعندي خطة رئيس فرقة. وأنت يعني تتوفر على الاختصاص المناسب لهذه حاجة أخرى. أنا شوف القائمة، أرجع مطار تونس كارتاج، بالنسبة للقائمة فيها 120 بشر، ل 120 بشر هذوما أنا ما فهم، حتى الإطارات والعوان اللي معايا أنا عندي أكثر تربصات منهم. يعني هذا لا، الإشكال هو المطروح في علاقة بهذا الموضوع، أنه 2011 كان فيه حالة من الفوضى في البلاد، وشبهات أنه فيه اختراقات أجنبية وفيه شبكات تسفير اشتغلت، وأنت حتى أمام اللجنة البرلمانية في مسألة التحقيق يعني قلت أشياء خطيرة في علاقة بجهات أجنبية قد تكون عرضت عليك أموال، ووضع شخص رئيس الجمهورية في وضع خطر يعني، وقلت أن هنالك رموز نظام سابق يعني كانت على الخط لتنفيذ خطط خطيرة تمس بأمن الدولة. يعني ماذا يمكن أن نفهم من هذا؟ يعني نظام سابق يتآمر عسكريا وأمنيا ضد الوضع الجديد، من هم هؤلاء؟ والجهات الأجنبية كذلك، هل هي عربية هل هي أوروبية؟ نريد أن نفهم. جلسة التحقيق، أنا مشيت جلسة التحقيق على خاطر تم ذكر اسمي واتهامي في تهمة خطيرة، فما عاون جابوه سمعوه في وذكر اسمي، لكن اعطى نتيجه نتاع نوت ديكوت اللي هي غلطه. يعني هو اعطى سر من اسرار الاداره اللي هي كانت مش ما نطولش عمليه ناجحه في وزاره الداخليه، هو مشى بدل المحتوى نتاعها واعطاه كلام مغلوط، وزاد اتهمني اني انا يعني استقبلت داعيه زوج زعات مغاربه، وجاتني مكالمه هاتفيه من الخارج على اساس انه الملف نتاعي باش يغلق. أنا طلبت من مجلس النواب لسماعي للتوضيح، وبما أني مشيت أنا للجنة ولجنة تعنى بالتسفير، أنا رئيس فرقة وكنت في مطار تونس كارتاج، وطلبوا مني أني باش نعطي رأيي في التسفير هذايا، أعطيت حقائق. لكن المشكلة كي مشيت للجلسة، مشيت للجنة هذه، لقيت ناس
معناها في توجه تحب تخدم تحب عندها فولونتي، ولقيت ناس متناحرة بالطبع على أساس أنه أنا لو كانت ترجع عندي للمداخلة متاعي تو تفهم تفهم الوضعية كاملة خاطر أنا مختص ونعرف الأمور هذه. يعني بربي خلينا من الوقت يعني أعطينا النقاط اللي أشار لهم منذ قبل نقطة يعني نظام سابق وجهة أجنبية وتمويل ووضع حياة الرئيس في الخطر يعني ما يزبش عندها كيكة. خليني خلنا نبدأ واضحين نحن بالنسبة للجلسة وقت استدعوني فما ناس أعطت سؤالات وما انتظرتش الجواب وخرجت، يعني ظهر لكونهم مش مهتمين بالجواب. ولو كان استناهم راهو سمعوا الجواب وكانت تكون الجلسة معناها فيها الخير، لكن اللي عندي أنا أعطيته بالنسبة وضحت النقاط والأكاذيب اللي قالها من السيد هذا و كل شيء بالدليل، لأني أنا وقت سمعت اسمي كما هكا مشيت رفعت قضية في القضاء ومشيت تسمعت وعطيت معناها الفحوى متاع النود اللي كنت تحكي فيها هو يعني وتنحى اللبس هذا. عطيت رأيي في التسفير، شو هو رأيي في التسفير؟ حسيت اللي فما ناس لو كان أنا جيت قلت مثلا حزب سياسي معين مورط في التسفير راه مرضاو عليا وراه قاوا يعطيك الصحة، لكن أعطيت حقيقة خاطر أنا كنت نقري في وزارة الداخلية وقريت على أعوام ونعرف شنو معناها الجماعات المتطرفة ونعرف شنو معناها الجماعات الإرهابية ونعرف كل شيء. مش أنا وزيد حاجة أخرى، أنا كنت نقري في مجابهة الإرهاب ومكافحة الإرهاب وتم معناها الاتهامي بالإرهاب، يعني هنا الشيء هذا قلت ننظر له من الزوايا كلها. عبد الكريم قال مش منظر، انت ماكش في الموضوع هذا، ماكش مطالب باعطاء رايك. انت ليله خمسه مع خمسه هاجيك منظر بضيفي سامحني لحظه، انت مطالب باعطاء ماذا فعلت انت وقت اللي في المطار صار التسفير متورط فيه اكس متورط فيه جريك، انت كي تشوف هالجحافل نتاع الشباب الخارجين بالمئات بالالاف لسوريا فماش رابورات فماش تقارير مشات للداخليه، انت رايك يعطيك صحة تعطي، ما انت وقتش عملت انت موجود تحرص على حمايه المطار والطائرات وتشوف هالشباب ماشيين بالمئات، شنو عملت وقتها؟ ومازلت ما جاوبتنيش على السؤال نتاعي. شنو نجاوبك بالمئات؟ قبل ناخذ ملاحظه منظر بعد نعطيك الوقت كله، منظر تفضل. هذوما ثلاثة نقاط ونقطة نشوفوا ملاحظات منظر. أنا نحب أقول صحيح أنت ممكن قلت لنا اللي جيت مزروب وكل شيء، لكن في العادة أنا عندي صورة على الأمنيين، حسيتك متوتر كي. لا بالعكس. سامحني مساج خلينا نكمل. أي مساج. مساج. أنت أنا عامل بسيكولوجي سوسيال ممكن بتيت تسامحني. حسيت كأنك متوتر وعلى أعصابك شوي، ممكن خاطر في الطريق سيركلاسيون قلقاتك، لكن هذا غير كافي لأمني كيفك مهني ومحترف. أنت حسيتك سامحني كأنك مهزوز شوي ربما وهذا مهم بالنسبة للأمن كيف. أنا نحب نقول أنه في عهدكم المؤسسة الأمنية تمست، تم اختراق، تم حديث. سمحني دقيقة برك نحكي. شو في عهدكم؟ معك في الفترة اللي كنت تخدم. أي في الفترة. أي عهدكم العهد خدمت فيه. مشكلة وزير داخلية. مشكلة وزير داخلية. لا يعني سمحني خلنا نوضحوا مثال عهد هاتك وش تقصد بيها؟ العهد اللي كان يخدم فيه. لا عهدكم جمعت أنت. خذ لي في الفترة اللي خدمت فيها. في عهدك أنت. في عهد ممارستك لخطك الوظيفية في وزارة الداخلية المؤسسة الأمنية تمست. ثم حديث عن اختراقات، ثم حديث على أمن موازي. أنت ديجا قلت أنا سمعت تصريحاتك رو في اللجنة، تصريحات خطيرة برشا، ومعناتها يريد تكون واعي ومقدر لحجم ما قلت راك. السؤال منظر السؤال مثل 8 دقائق السؤال منظر هذه كل ربما تثبت الشبهة حولك ربما أنا في تقديري والإجابة نتاعك ما كانش غير ما كانش مقنعة. في حديث عن شبكة التسفير ثم آلاف شباب تونسي ترمى في النيران 5000 و6000 تقديرات كبيرة ياسر، شكون عمل ذاك وانت كنت في مركز مهم ومدقق؟ بصراحة الأجوبة اللي قدمتها لم تقنع التونس. أعطيني سؤالك. أعطينا سؤال ملاحظات بي واضح هذه ملاحظات أي لاحظت ما خلي خلينا نسمعوا بربي بالنقاط خلينا تو دونك خلينا نبداو بالنقطة الأولى النقاط اللي أشارها منظر هذه المعلومات شو صار فيها حول رئيس الجمهورية. أنا قلت بالنسبة للتسفير في اللجنة قلت التسفير راهو ماهوش في الوقت اللي فيه نحن برك، التسفير متواصل وعطيت مثال من 2003 وعطيت الإرهابيين كيفاش كانوا خرجوا العراق قبل وما إلى ذلك وتواصل في فترتنا نحن مع التسيب الأمني خاطر نحن كان انحلال تام، نحن بدينا نسكره بشوية بشوية كل واحد بالموقع نتاعه وتواصل إلى حد اليوم. وعطيت دليل أنا كنجي نقول لك راهي فما تو فما قضية وقضية نتاع ناس خدمت وتواصلت مع الروس المدبرة
وعطيتك الراس المدبرة اللي هو مسؤول على عمليات التسفير، وعطيتك جنسيته، عطيتك اسمه، وعطيتك المسؤول بالاسم علي 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 مسؤول على شمال افريقيا، وكيفاش تواصل معه يعني اطار امني لهنا، وعلى اساس الاطار الامني هذا يا مواطن يعني باش يتواصل للتسفير، وجابوا انسان ارهابي وعطيت اسمه وجابوه من سوريا ودخلوه على مطار تونس كرتاج وكرروا له دار في حي النصر، ويعني وبعث الفلوس. ابو بكر الحكيم هذا لا لا بربي خليونا كنت تسمعوا خليونا منطقيين خلينا نكملوا في التسفير وبعد نمشوا للمواضيع. هذا التسفير اي التسفير يعني انت ايش عملت وقت اللي كنت موجود في المطار؟ رفعت تقارير للداخليه؟ اذا كان باش نبداو خلينا نعطيك حكايه ما نقزوش لحاجه اخرى في نفس التسفير في لب التسفير في لب التسفير. بالنسبه للفتره نتاعي انا في مطار تونس كرتاج راهو كانت مطار تونس كرتاج كل يوم يوميا يدخلوا له 8000 بشر غير المسافرين، وصلنا حتى الخمسة ملايين يذولي وقتها إنسان. يعني بالنسبة لي نحن باش كيفاش نتعاملوا مع التسويق مع التسويق؟ كيجيني معلومة أنا يقول لي راي فما عصابة بتسافر وقتها ندخل، كيجيني معلومة يقول لي راي فلوس باش ندخل باش تخرج وقتها ندخل. أما أنا بالنسبة للمطار كبير المطار دخل 8000 بشر فما ايش قلت انا ما قلت لا تسفير بجوازات سفر عاديه كنت تتم هو ابش عطيك بالضبط هو شفتك نقزنا بالنسبه للعمليه هذه صارت معناها وتشدت والارهابي جابوه ومضروب كرتوشه في سوريا يعني وخدموه وبعد السيد هذا المسؤول على شمال افريقيا حب يعاود يرجعه مره اخرى وطلب من السيد هذا اللي هو تو موجود في تونس باش يعاود يخرجوا من جديد. موجود في تونس السيد هذا موجود المشكله انه مسؤول في تونس من بعد ما عمل العمليه هذه يتم نقلته للجنوب. هاي المشكله فين؟ هاي المشكله فين؟ داخل الجهاز الامني زميلي وموجود حنا نحلوا بحث الموضوع هذا ونشوف شكون الناس وقت اللي وصلت الموضوع هذا وصل وتشد السيد هذا والارهابي تو موجود في الحبس يجي مسؤول يقول لا العمليه صعبه وقف غادي هنا يلزم المسؤول اللي قال العمليه صعبه لازم تحاسب السيد هذا يجيبوه تو حلو بحث هذه المواضيع لازم تتحل بالنسبه للتسفير انا قلت متواصل التسفير واعطيت دليل كيفاش الدليل انه فما ناس اللي هما جاوا من بؤر القتال ودخلوا لتونس لهنا مازالوا عندهم تو مازالوا كشدوهم حالهم للسجن أنا قلت بالموضوع بالحكاية اللي حشروني فيها متاع القضية كل يوم في المحكمة نستقيل معلومة ونشوف شو تحكي العباد والناس الأهالي هذو مش يحكوا هما يقول لك عندي أربع شهور من التاريخ هذايا خرج على مطار تونس كرتاج والوسيط الفلاني هو اللي خرجه والوسيط اللي دلست له باسبوره والوسيط كذا 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 يعني 2017 مزيف 2017 خرج مطار تونس كرتاج المشكله هنا الباسبور سامحني الباسبور مزيف صادر على مصالح وزاره الداخليه لا 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 من برا من برا وبو مثلا الارهابي اللي جابوه هذايا ارهابي باسبور الماني لان شبكه عالميه عبر القارات او ايش حكيت انا يعني ما جيتش باش نعدي وقت او كذا تفضل انا مش باش ناخذ لك موقعك عندي كلجنه تحقيق اخدم على روحك ومش باش نشد بلاصه القضاء انا باش نخدم القضاء يخدم على روحه معناه ما دخلنيش فيه لكن نتواصلوا مع بعضنا حل الملفات انت عندك انت هيئه رقابيه امشي هاني اعطيتك بيست نخدم عليه تو تعرف التسفير كيفاش يتم ماشي بجوازات تونسيه يعني لا لا جوازات تونسيه خلينا نعطيك جوازات تونسيه ما قالوا فما اطارات سهله ياسر نحن ملي تخلقت وزاره الداخليه اش نعمل نجيو للديسيزيون تاع الباسبور تمشي الحدود تلقى شكون يطلع راه ديسيزيون احنا في الطره في على جنب اش نعملوا نجيو لهنا كي باش ندخلك لك عندي باسبور تقول لي راه داخل طلع لي باسبور نجي تا داخل سيفلا موجود في ملفات الوزاره يعني ليش نعرف شكون داخل فلان باهي كنت تسمح كنت تسمح جوست سؤال يعني منظر يقصد انه صارت اليوم لقينا باسبورات توانسه في عمليه سرت وغيره يعني باسبورات خارج من مصالح الداخليه وده يحيلني للنقطه اللي اشار لها منظر انه وقت اللي انت كنت موجود يعني كقيادي بارز في الداخليه صار حديث عن وجود امن موازي عن اختراقات في الداخليه وبرش حكيت من نوع هذا والتهمه ديما تحوم حولك انك هذا سؤال فوالا جوست ما هذا انت تتهم فيك سامحني العبيدي نو مش دور لا 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 معك ما تفهمش انت انا كنت في عهدكم قبل فهمتها بالعهد مش في عهد تعزب في الفتره عهد في الفتره اللي كنت في عهدك انت عهدكم فيها احترام لكم شوف انت قلت قيادي بيرس انا مش قيادي بيرس انا رئيس فرق
والفرقة عادية، فرقة المطار عادية. لا لا مش عادية سامحني، لا 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 عادية المطار عادية عادية، نعم عادية عادية بالنسبة لي أنا كإطار أمني عادية، لأني أنا باش نخسرها، نخسرها حتى بالمفعول المادي. شنو ما حنا نخسرها؟ لا لا نخسرها مفعول آخر، مفعول اسمي القومي. كي شديت أنا فرقة حماية الطائرات مش على سواد عيني، على اختصاصي به، كي شديت غاديك اش لقيت؟ لقيت 28 بشر معدل الأعمار نتاعهم 48 سنة. يعني ناس حتى اللي يحمي روحه قبل ما يحمي الطيارة. مشيت لقيت فما تقارير قديمة قبلي أنا من اللي قبلي عاملين أنه يحبوا يجدوا يجيبوا ناس روح جديدة. جيت أنا حينتها وبعثها للوزارة، جبت ناس من الوحدة نتاع سمير ترهوني، جبت ناس من الفورس سبيسيال من الحرس. دي نوفيرو كريتي ولا مدربين؟ انا ما دخلتش جدد. لا 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 دي نوفيرو كريتي ولا لا لا مش خل... لا لا مش عارفوا تشريعي مختصين. لا باش نبين لك انا مثلا البوليسيه اللي معايا اقل واحد فيهم على الاقل عنده 10 سنين. نجيب ناس مختصه انا رب. وبما اني انا مؤهل لتكوين الناس نولي نزيد نكون ونعمل رسكله. ايش نعمل هي الفرقة شرقيت؟ لقيت بصراحة نحن كنا باللغة العامية نلقى الكرش دازة وكذا ما عادش ينجم، ما عادش ينجم. اش نعمل في قانون الفرق المختصة؟ لابد أنك يلزمك في كل فرقة تكون عندك تكوين ورسكلة. أنا لقيت ناس تعمل في 150 و200 ساعة في الشهر، اللي لو كان منهم واحد منهم فما أربع مرضى بالقلب، لو كان واحد يشكي بي نمشي للحبس. حسب القانون المنظم للطيران المدني، الأمن الطيران المدني يلزم ما يفوتش 100 ساعة. جيت نلقى 28 بشر يأمنوا في 12% من الرحلات، عندي 34 رحلة في تونس و10 في المستير و10 في جربة، يلزم هذوما كيفاش نأمنهم؟ وليت أنا طلبت، كي طلبت تعززت، كي تعززت وليت نغطي على الأقل في 80% مش 100% بتاع الطيارة. يعني هذه الفرقة، الناس هذه اللي جبتها أنا جبتهم معناها مختصين. وليت الرسكل اش نعمل؟ مثلا اللي يخدم شهر باش نرجع لك عملية التسفير.